معنا منذ قليل كلام وحديث ضيفنا الكريم دكتور عماد محسن عن فكرة الاحتلال وما يقوم به من مسيرات استفزازية ومسيرة الإعلام المقرر لها يوم الأحد القادم، وأيضا بعد مقتل شهيدة الصورة والكلمة شيرين أبو عاقلة في تغطيتها للأحداث وللاعتداءات الإسرائيلية الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. بما تصف هذا الأمر؟ الله يسعد مساك أخي الكريم، وتحياتي لكم من القاهرة. أهلا بحضرتك. حقيقة الأمر، الكيان الإسرائيلي الآن يفعل كافة المخططات عبر تاريخه باتجاه القدس وباتجاه تحقيق الأهداف الصهيونية في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، على طريقة فرض التقسيم الزماني والمكاني وتحقيق حلم الصهيونية التوراتية في بناء هيكل سليمان. هذا هو المشروع الإسرائيلي، وهي تسير بهذا الاتجاه وتتخذ خطوات ثم تتراجع ثم تسير بنفس الاتجاه حتى تستطيع فرض هذا الواقع على القدس وعلى المسجد الأقصى. في حقيقة الأمر ما زال الشعب الفلسطيني على خط المواجهة لإفشال هذا المخطط وبصموده، ويتصدى بشكل يومي بكل الوسائل من أجل إفشال هذا المخطط الصهيوني أو الحلم الصهيوني الذي تسعى له المنظومة الإسرائيلية بكل أجهزتها لتحقيقه عبر مصيرة الإعلام يوم الأحد القادم. هناك إجماع الصهيوني من الأحزاب الصهيونية ومن المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية على تحقيق هذا الحلم الصهيوني، ويضعون كل الإمكانيات من أجل فرضه من خلال مسيرة الأعلام ومن خلال مسعاهم الدائم إلى تهويد القدس وحرف البوصلة عن السلام الذي ادعوا فيه، وبأن الشعب الفلسطيني هو الذي يعارض السلام. هو حقيقة الأمر جاء في سياق تعريفهم لنفسهم، هم دولة دعوا أو يطالبوا بالاعتراف بيهودية الدولة. والآن المجتمع الإسرائيلي يسير باتجاه اليمين واليمين المتطرف ومن غلاة المتطرفين. لذلك الآن المواجهة هي على خط القدس. وطبعا أنت تعلم جيدا أنه ما الاحتلال هو يعرف نفسه المطلوب فصائليا وشعبيا. أستاذ علي أبو سرحان وحضرتك، يعني عذرا بعتذر مرة أخرى أنه هو كان، يعني كنت أعتقد أن حضرتك بتحدثنا من رام الله، ولكن حضرتك موجود معنا في القاهرة عبر تطبيق زوم. المطلوب فصائليا وشعبيا في الفترة الحالية لمواجهة هذه الهجمات الشرسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال بشكل عام؟ أخي الكريم، ما دمنا نحن في مواجهة مع الاحتلال، المفروض أن يكون هناك خلية أزمة لإدارة الصراع مع الاحتلال. وإدارة الصراع يحتاج إلى وحدة وطنية بمعايير وطنية واستراتيجية موحدة ورؤية موحدة وهدف واحد، والنهوض بالإمكانيات الفلسطينية المتوفرة في التصدي لهذا المشروع الصهيوني القديم الجديد. يوميات الاحتلال تفرض نفسها على الشارع الفلسطيني في التصدي له على مستوى الشارع، ولكن للأسف الشديد على مستوى إدارة الأزمة من قبل القيادة ومن قبل الفصائل ما زال هناك قصور. نحن نحتاج إلى ليس التعايش مع الأزمة أو ترحيل الأزمة أو التعايش مع الاحتلال الذي كان هو النهج السائد على مدار السنين الماضية. نحن الآن بحاجة إلى الصراع، إدارة صراع جدي مع الاحتلال وتسجيل نقاط في صالحنا وتكلفة ورفع تكلفة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. هذا لا يمكن أن يأتي من التصريحات المتكررة التي تصدر عن الرئاسة الفلسطينية أو عن الفصائل الفلسطينية. لا يجوز ولا يقبل أن يكون هناك
محورين في إدارة الأزمة باتجاه القدس، اللي هو محور المقاومة في غزة وخطابها الإعلامي والسياسي، وأن يكون هناك محور رام الله في خطابه الإعلامي ودعواته إلى الأمين العام وللأمم المتحدة، وهذا الخطاب المتكرر ليس صدفة ولم يكن صدفة تحديد موعد خط مسيرة الإعلام، كان هذا معلن قبل شهر من قبل الاحتلال، وكان من المفترض أن يشكل في رام الله خلية أزمة تقود الصراع، وأن تكون الفصائل في مقدمة الصراع وليس أن تكون في الصف العاشر بعد الشعب الفلسطيني. وأيضا يجب أن يتوحد الخطاب السياسي الفلسطيني في غزة وفي رام الله. سيد علي أبو سرحان، ناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.